طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم راح نحكي عن موضوع نكمل موضوع اللي صار لنا محاضرتين بنحكي عنه اللي هو الديدلوك. احنا بالمحاضرة الأولى بالشابتر هذا حكينا عن ايش هو الديدلوك وايش هي الشروط اللي لازم تكون موجودة عشان يتحقق عندي الديدلوك، وحكينا انه عندنا 4 شروط وشرحناهم كلياتهم وكيف انه ممكن انه هذول الشروط اذا كانوا موجودين يؤدوا انه يصير عندي الديدلوك. بعديها بدأنا بالمحاضرة الماضية نحكي عن الطرق اللي ممكن نعالج فيها الديدلوك، وحكينا انه في عندي 4 طرق او 4 مناهج يعني approaches انه ممكن من خلالها اعالج الديدلوك. الاولى كانت او خلينا نحكي اتعامل مع الديدلوك، فالاولى كانت انه اصلا ما اعالجهوش ولا اعمل فيه اي شيء اللي هي بسموها ignore the problem، بس قلنا انه هاي مش كثير مهمة لانه فعليا ما في شيء الاو اس بيعمله، فما مش كثير بتعنينا احنا كحدا بدرس how to design the operating system. فقلنا راح نركز على 3 أساليب الأخرى اللي هي أخذنا بأول محاضرة بالمحاضرة الماضية، أخذنا أول واحد فيهم اللي هو كان detection، اللي هو إنك تعرف إنه صار deadlock وتنفذ بناء على هذا الإشي إنك تحاول تعالج الموضوع. وشفنا كيف إنه بنقدر نعمل الجراف وكيف من خلاله إنه بنقدر نعمل detect للسايكل اللي بالجراف عن طريق depth first search، وبعدين نعرف إنه هون صار معاي deadlock. فهاي كانت الطريقة الأولى. بالمحاضرة هاي راح نحكي إن شاء الله عن الـ two other approaches اللي هم الـ avoidance واللي بعديه اللي هو الطريقة الثالثة اللي هي prevention. فالـ avoidance إحنا أصلاً ابتدينا شوي نحكي عنه بالمحاضرة الماضية، واللي هو كان إنه أنت مش بتستنى لحد ما يصير الـ deadlock بعدين بتعالجه زي الـ detection، لا أنت هون أصلاً بتحاول قبل ما يصير الـ deadlock بشوي إنه أنت إذا حسيت إنه الأمور ماشي باتجاه الـ deadlock توقف البروسيس اللي ممكن تؤدي للديدلوك، وبالتالي انت قاعد بتعمل avoiding او تجنب لانه يصير عندي الديدلوك. فحكينا انه الديتكشن اللي هو الطريقه الاولى كان optimistic انه كان متفائل، بينما الافويدنس اللي راح نتعلمه اليوم بشكل اكثر هو عباره عن pessimistic او متشائم approach، لانه هو فعليا بيفترض الأسوأ وبيفترض انه راح يصير ديدلوكس كثير، فهو بده يحاول يعالجه. وحكينا بالمحاضرة الماضية بشكل موسع عن إيش الفرق بين الأوبتيميستيك والبيسيميستيك وكيف إنه الاثنين بيشتغلوا. فمحاضرة اليوم راح نحكي أكثر عن نكمل على المثال اللي بدينا أوله المحاضرة الماضية، وبعدين نكمل ونشوف كيف هذا المثال راح يساعدنا إنه نعمل اللي هو deadlock avoidance. فكل إشي معظم الأشياء اللي لها علاقة بالديدلوك أفويدنس بنكون مهتمين بالفيجر اللي قدامك. هون الفيجر هاي هي عبارة عن زي ما تقول لايف سايكل تاعت البروسيس، مثلا بروسيس A وعندي التايم بيمشي زي ما هو السهم هون يعني من اليسار لليمين، وعندي T1 T2 T3 T4 اللي هم يعني T1 قبل T2 وهكذا. فزي ما انتم شايفين هنا انه انا فعليا البروسيس هاي أنا قاعد بشوف كيف الحياة تاعتها ماشية من خلال التيز هذول اللي هم الـ T1, T2, T3, T4. فخلينا نشوف إيش الإيفنت اللي حصلوا بالبروسيس هاي بهاي الأوقات. فمثلاً هنا إحنا بنقول إنه عندنا بالمناسبة أنتم شايفين الكيرسر تاعي تاع الماوس؟ شايفين دكتور. طيب ممتاز، خليني أعمله هون هيك كمان مشان يكون أوضح. طيب شكرا. فاحنا عندنا T1 اللي هي اول شيء حصل، راح يكون في عندي انه عملنا ريكوست للبرينتر. بعدين عندي بال T2 صار عندي ريكوست للسي دي روم او سي دي ار دبليو ري رايت، وبعدين عملت ريليس للبرينتر، بعدين عملت ريليس للسي دي ريد رايت. فهاي هي فعليا الايفنتس اللي حصلت عندنا بهاي البروسيس. فزي ما انتم شايفين هو مثال بسيط جدا انه هو فعليا عندي one process وفي عندها two resources اللي هما البرينتر والسي دي، وعملت اول شيء ريكوست للبرينتر بعدين للسي دي، وبعدين اشتغلت الشغل تاعها اللي هو غالبا راح يكون حصل بين T2 T3، بعدين انه عملت ريليس للبرينتر وعملت ريليس للسي دي. فهذا مثال بسيط زي المثال اللي حكينا عنه كثير باول المحاضره، بس هذاك كان عندي فعليا برينتر وهارد ديسك، هون برينتر وسي دي، بس نفس المبدأ. بس بدي أهم شيء تكونوا فاهمين كيف إنه التايم بيشتغل
وكيف انه انه كل تي بصير عندها ايفنت معين. طيب ها اول بروسيس، بروسيس A. بروسيس B نفس الاشي، عندي هنا اربع تايمز اللي هما تي دبليو تي اكس تي واي تي زد، وبرضه على كل تايم في عندي ايفنت. ففي عندي اول شيء عملت ريكويست للسي دي، بعدين البرينتر، بعدين ريليس للسي دي، بعدين ريليس للبرينتر. فزي ما انتم شايفين عندي تو بروسيسز، كل واحده فيهم حابه تاخذ السي دي والبرينتر وبعدين تشتغل شغل معين وبعدين تعملهم ريليس، تماما زي المثال اللي اخذناه قبل. لكن المميز بالمثال هذا واللي بخلي اصلا الابروتش هذا كلياته تاع الجراف كثير مهم، انه فعليا انت لما تشوفهم بالطريقه هاي ك كاكسسز، انه يعني كاكس واي، احنا بامكاننا نشوف العلاقه بيناتهم بشكل افضل بكثير. فمثلا احنا ممكن انه هون نشوف انه مثلا زي ما انتم شايفين، طبعا انا عامل لكم اياهم بالطريقه هاي هون مشان تتذكروا ايش الاشياء، انه شايفين هذا اللي فوق، واضح الاشياء اللي هون اللي باشر عليها. تمام. فانه مثلا انتم زي ما انتم شايفين هون عندي مثلا انه الاولى عملت برينتر بعدين سي دي، بعدين نوت برينتر يعني ريليس ونوت سي دي، هاي زي النوت اللي كنتوا بالديجيتال. ونفس الشيء الثاني عملت سي دي بعدين برينتر بعدين نوت سي دي بعدين نوت برينتر. تمام. ايش ملاحظين اشي هون مهم بالترتيب تاع هاي مقارنه بالترتيب بايه مقارنه بالترتيب تاع بي؟ انه فعليا اذا انه فعليا السي دي انعمل بالاول بعدين البرينتر، لكن بالعمل ريكويست بالبي بالبروسيس بي، لكن بالنسبه للبروسيس اي فعليا البرينتر انعمل له ريكويست بالاول بعدين السي دي. فهذا كثير شبيه بالمثال اللي كنا نتكلم عنه بدايه المحاضره تاع الهارد ديسك والبرينتر. بس زي ما حكيتون سي دي مش فارقه يعني كثير، لكن من حيث المبدا لانه عندنا الترتيب تاع الاوردر كثير مختلف او معكوس بين بروسيس A وبروسيس B، فهذا احتمال يصير عندنا ايش، يصير عندنا ديدلوك. تمام. طبعا باي وقت يا جماعه بتحبوا توقفوني تسالوا اي سؤال احكوا لي. واصلا بالعاده لما يكون عدد قليل من الطلاب فهذا يعني بيكون موتيفيشن لي اكثر انه اصير اعطي بونص واشياء زي اللي بيشاركوا، ففرصه كويسه لكم يعني المحاضره هاي انكم موجودين اونلاين معي. في حد عنده سؤال لحد هون؟ طيب اوكي. فاذا اسرع مثلا اذا سالنا مثلا انه ايش، وهذا على فكره هذا كثير بيجي بالكويز او بالامتحان الاشي هيك، انه بيجيك رسمه زي هاي وباجي بقول لك مثلا اوصف لي ايش وضع بروسيس A هون، مثلا بكون عامل هاي مظللها بحكي لك اوصف لي وضع بروسيس A هون، فبتحكي لي مثلا بروسيس A هون فعليا معاها البرينتر وبدها السي دي، او لسه ما طلبتهوش يعني بس قريبه راح تطلبوه عن تي 2. فايش ال A معاها بهاي الوضع؟ بس البرينتر. طب ايش B معاها بهاي المكان؟ بنقول معهاش إشي لحد الان. ليش؟ لانه B بتطلع افق عمودي يعني على الواي اكسس، فكل ما تطلع من واحده من التي اللي هم بالواي اكسس بتكون عملت ايفنت. فهون لانه احنا قبل تي دبليو يعني تحت تي دبليو فعليا لسه هي حتى السي دي ما انها ايش طلبته، فعشان هيك احنا بنقول انه هون هي لسه فعليا ما صار في اي ايفنت عندها. تمام. طيب فباجي بالامتحان مثلا هاي بدكم تركزوا عليها، مثلا ممكن اسال اقول مثلا ايش الوضع هون، مثلا الوضع هون غريب صراحه. ليش؟ لانه فعليا اذا بتشوف تي بروسيس A مثلا بتلاقي انها بهاي بهذا السكوير هذا اللي هون، هي فعليا A معاها البرينتر والسي دي هون، وبي برضو معاها السي دي والبرينتر لان هي عملتهم بالواي اكسس هاب. فهي فعليا بهاي النقطه عندك بروسيس A وبروسيس B الاثنين معاهم البرينتر ومعاهم السي دي. تمام. فهل هذا إشي منطقي انه يصير؟ هذا المفروض لا، صح؟ لانه احنا فعليا السي دي والبرينتر ميوتشوال اكسكلوسيف، فانه ما بصير انه تو بروسيسز او ثريدز انهم يكونوا اونينج للبرينتر او للسي دي at the same time، لأنه غالباً مثلاً عليهم lock أو semaphore أو binary semaphore يعني. فإذا هاي
بالامتحان ممكن تجيك زي هيك، انه بيجيك وضع زي هذا، بحكي لك انه مثلا هاي مظللها مسميها مثلا A او X او Y whatever او رقم واحد، فبقول لك at point رقم واحد هاي وصف لي الوضع، فبتحكي لي مثلا والله process A عند CD والبرينتر وبروسيس B عند CD والبرينتر، فبحكي لك هل هذا valid state، انه هل هذا الاشي صحيح انه يكون الستيت هاي المربع، فبقول لي لا. ليش؟ لانه عندي CD والبرينتر violate mutual exclusion. واضح؟ حدا عنده اي سؤال لهون؟ طيب ممتاز كثير. فاذا نفس الشيء مثلا ممكن يجيك انه هون مثلا هاي هذا الستيت، لاحظ هون مثلا فعليا بروسيس بي معاها سي دي بس مش طالب البرينتر، بعدها بروسيس اي طلبت البرينتر ورجعته لانه هي هاي نوت برينتر ريليس للبرينتر، فاحنا بعديه، ففعليا احنا ما ظل مع اي البرينتر لكن معاها سي دي لسه لانها لسه ما رجعته، راح ترجعه على تي 4، وبنفس الوقت البروسيس بي معاها سي دي لانها توها طلبته بتي دبليو، ففعليا هاي كمان بتقول لي انه والله بروسيس اي معاها السي دي بروسيس بي معاها السي دي، هل هذا valid state؟ لا. ليش؟ لانه عندي two processes having the same mutual exclusive resource اللي هو السي دي. واضح؟ هذا هيك بيجي بالامتحان او بالكويز، مشان ما حد يقول والله انه لا هذا غريب هاي تريك، هيك السؤال بيجي. تمام؟ وان شاء الله هذا المفروض انه خلص، يعني هذا شبه مضمون السؤال انه اموره واضحة. هسه انا بس هذا كله لحد الان بس بدي عشان تفهموا معاي كيف نقرأ هذا الشارت او هاي الفيجر. تمام؟ لانه هسه راح نعتمد على هذا الشارت او الفيجر هاي عشان نفهم كيف انه الديدلوك افويدنس اصلا بيشتغل. تمام؟ فخلينا نكمل هون. فعليا زي ما انا حكيت valid state و invalid state، اذا بدنا نلخص الموضوع فعليا هون اذا بتشوفوا هذول المربعات اللي انا مظللهم حاليا الاربعه، هذول بتميزوا انه فيهم both processes hold the cd. يعني اذا بتشوفوا انتم فعليا ها ابتدينا من T2 اللي هي اللحظه اللي كان process A مع CD وانتهينا افقيا يعني بالX axis T4. ليش T4؟ لانه هي لما process A تركت CD، وبنفس الوقت لو تشوفوا عموديا انه او يعني الY axis انه بدينا من TW لانه كانت process B طلبت CD واخذته وانهينا بتي واي. ليش؟ لانه هون البروسيس بي عملت ريليس للسي دي، ففعليا هذول المظللات الاربعه الاربعه سكويرز او يعني السيلز هذول بالهاي الفيجر، هذول هم النقاط اللي فعليا عندك التو بروسيسز عندهم السي دي ات ذا سيم تايم. طبعا زي ما حكينا هل هذا الاشي مقبول؟ هذا لا مش مقبول. ليش؟ لانه احنا المفروض سي دي ميوتشوال اكسكلوسيف، فهذا الاشي غلط انه يكون الاثنين عندهم السي دي. احنا بس هذا الجراف وبورجينا كل الكيسز بغض النظر انهم valid او لا، لكن هو بورجينا كل الكيسز، وهسه راح نحاول احنا نشوف انه كيف نقدر انه نحل موضوع الديدلوك باستخدام انه نفهم هاي الكيسز، لانه هاي الكيسز احنا ما بدنا اياها تصير. تمام؟ فاحنا بالاول نعرف ايش الكيسز الخطيره اللي ما بدنا اياها تصير، وبعدين بناء عليها راح نعرف انه كيف طب كيف اعمل افويدنس للديدلوك بناء على هذا الاشي. تمام؟ فاذا هنا عندي هذولا الأربعة هم اللي فيهم both having CD وزي ما حكينا هذا invalid، وعندي هذول الأربعة الثانيات هم اللي both have printer، وزي ما تشوفوا احنا بدينا بالX axis من T1 لما البرينتر انطلب وانتهى T3 لما البرينتر عملوا release من process A، ونفس الاشي بالنسبة للY axis بدينا من TX لأنه هون البرينتر نعمله acquire وانتهينا بتي زد لانه هون انعمل البرينتر ريليس. فهاي الاربعه سيلز هذول اللي انا مظللهم هون، هذول هم البرينتر معمول له اكوايرنج من بوث بروسيسز ات ذا سيم تايم، وهذا زي ما حكينا ايش ما بصير. فعشان هيك اذا بدنا هسه ان يعني فاحنا صار عندنا تو كيسز ما بصيروا، الاولى انه التو بروسيسز عندهم البرينتر، والثاني انه التو بروسيسز عندهم السي دي. طب لو كان عندي 3 ريسورسز قلت لا هذا الدكتور ما اخذناهوش، لا 3 ريسورسز نفس المبدا، لكن انه بدك تصير بس تشوف وين هذا بنتهي وين ببدا، لكن بالنهايه هي نفس المبدا انه انت بس بهمك تشوف وين الريسورس مثلا سي دي انعمل له اكواير وين انعمل له ريليس، هذا اللي بهمني. حتى لو كانوا 100 ريسورس المفروض نفس الطريقه بتحل الموضوع. اوكي؟
بس احنا هون بدنا نركز على المثال اللي عندنا اللي هو فعليا بس فيه تو ريسورسز. طيب فاذا بدنا فقلنا في عندنا تو كيسز فوربيدن او يعني ممنوعات هون بالحاله اللي هو لما يكون اثنين مشتركين البرينتر ات ذا سيم تايم او الاثنين مشتركين السي دي ات ذا سيم تايم. فاذا بدنا ندمجهم هم هذول. طبعا هذول هم عباره عن بس هالسلايد الاول هالسلايد الثاني حطيناهم مع بعض. فزي ما بتشوفوا هاي كلها هاي الاشياء المضلله هاي اسمها فوربيدن زون، يعني الزون اللي ممنوع انه البروسيسز يوصلوا لها، لانه هاي بتخترق واحده من الشروط اللي احنا متفقين عليها اللي هي ايش؟ سامعيني؟ دكتور سمعينا. حسيت بس ان الصوت قطع او وقف. طيب ممتاز شكرا. فزي ما انتم شايفين هون هاي اللي بالنص هي فعليا مشتركه، لانه زي ما حكينا اول ما بدينا هاي بتتميز انه الاثنين عندهم التو ريسورسز، يعني أسوأ شيء زي ما تحكي انه فعليا الاثنين معهم البرينتر واثنين معهم السي دي، فهي عامله كونفليكت او يعني فيوليشن للميوتشوال اكسكلوجن للبوث ريسورسز للسي دي للبرينتر. بس بالنهايه انا كاوبريتنج سيستم ديزاينر حتى لو كان عندي 1000 ريسورس واحد منهم بس يكون عنده فيوليشن للميوتشوال اكسكلوجن هذا بيعني انه غلط. فانا بهمني لو على الاقل بس 1 ريسورس يكون عليه فيوليشن للميوتشوال اكسكلوجن هاي بحد ذاتها مشكله. بس انا بهمني احكي لكم هيك مشان انه انا كمان بدي تكونوا مركزين على الاشياء هاي، انه مثلا بالامتحان اذا حكيت لك مثلا ايام لهم في فيوليشن لتو ريسورسز تعرف انه بس هاي، ايام فيوليشن ل1 ريسورسز معناته كلهم ما عدا هاي، وهكذا انه تكون انت فاهم مش حافظ انه والله هذول اللي ظللناهم، لا انت فاهم كل واحده ليش ظللناها، ايش بعكس وراها، لانه احنا بالنهايه مش قاعدين نحفظ حفظ، لا احنا المفروض انه فاهمين ايش الاشياء اللي قاعدين بنشوفها قدامنا. واضح؟ حد عنده اي سؤال لهون يا جماعه؟ اسالوا اذا في. هذا كثير مهم الاشي لانه يعني راح يترتب عليه انكم تكونوا فاهمين كيف الديدلوك بحصل. طيب خلينا نكمل ونشوف هسا سيناريو لايش ممكن يصير بالسي بي يو. وعلى فكره هذا السيناريو هنا راح يفهمكم بشكل صراحه بحب يعني بحب هذا السلايد عشان بوضح كيف بيحصل الكونتكست سويتشنج بشكل يعني بشكل حلو، انه لما كنا نوصف انه كيف بحصل البروسيس كيف بيشتغلوا البروسيسز على نفس الكور وبصير كونتكست سويتشنج انه هذا ببدل وهذا ببدل، هذا كنا زمان نشوفه هيك، لكن هسه راح تقدروا تتخيلوه وتشوفوا معاي كيف انه الكونتكست سويتشنج عن جد بحصل. هسه زي ما حكينا عندي فعليا البروسيس A التايم تاعها بيمشي بالاكس اكسس والبروسيس B التايم تاعها بيمشي بالواي اكسس. فانا اذا كان شوي بس ايوه هي. اذا كان عندي هذا السهم الاحمر شايفينه تحت هون، اذا كان عندي هذا بيمثل ايش البروسيسور قاعد بيعمل او سي بي يو، فاذا شفته بيمشي باتجاه اليمين هذا معناته مين البروسيس اللي قاعد تشتغل؟ ايش رايكو؟ اي بروسيس قاعد تشتغل هون؟ ايش؟ ايه ممتاز. ليش عرفنا انها ايه؟ لانه هي فعليا احنا رايحين بالاكس اكسس، ما صار اي تغير بالواي اكسس، يعني ما طلعت لفوق او لتحت، فهيك فعليا احنا مشينا شويه بروجريس بالنسبه لبروسيس A. لسه ما وصلنا T1، يعني نفترض انه مثلا هاي المسافه مثلا 1 مليون انستركشن مثلا، فهي مشت 500 الف انستركشن لهون وبدها كمان 500 الف انستركشن ثانيات عشان ايش توصل للمرحله اللي راح تطلب T1 اللي هي تطلب البرينتر معناته، فهي عملت نص الوقت ها. اوكي بس زي ما حكينا احنا فعليا ممكن يصير عندنا ايش كونتكست سويتشنج باي لحظه. فشوفوا مثلا انه بهاي اللحظه ممكن صار عندنا ايش السهم صار لفوق، فاذا هاي مين السهم اللي صار يشتغل؟ بروسيس بي. السهم بروسيس بي ممتاز. كيف عرفنا؟ لانه هاي مشت على الواي اكسس. فلاحظوا كيف انه السي بي يو وهاي احنا هاي شيء قاعدين اشياء يعني كنا نحكيها من الاول انه والله بصير كونتكست سويتشنج انه بصير تبادل بين البروسيسز كيف بيشتغلوا، لكن بالواقع انه هيو انتم قاعدين بتشوفوه هون انه مشينا هيك بعدين اجي دور بي لفوق، لاحظوا انه ما في ولا حاله راح يكون المشي دياجونال هيك،
لأنه دياجونال معناته أنه في بروجرس بالإكس أكسس وبالواي أكسس اللي هو هيك يعني. هذا ما بصير. ليش؟ لأن only one core, one process can be in the core at the same time. طبعاً assuming إحنا هون دائماً إنه عندنا one core, one CPU وهكذا. فدائماً في البروجرس راح يكون ماشي على one axis بس. يا إما horizontally أو vertically بس. المهم فإحنا هون زي ما أنتم شايفين process B عملت شوية progress بس برضو لسه ما وصلت لوين؟ لـ TW. مثلاً نفترض ظل عليها 100 ألف instruction مثلاً عشان توصل للنقطة اللي راح تطلب CD. بعد شوي وصلت. فهسه هي وصلت بي. لاحظتوا هي كملت بي كمان. أوكي لسه ما صار context switching لأنها كانت هون كملت نفس بعدنا vertically. فوصلت TW. TW هي اللحظة اللي راح تطلب فيها CD. آها هل في حدا طالب CD ماخذ CD قبليها؟ إيش رأيكو هنا؟ لا لسه أيوة ممتاز لسه ما طلبت لأنه إيه لسه T1 لحتى تأخذ حتى هي فعليا T1 تأخذ البرينتر هي T2 لحتى تأخذ CD فلسه مطول كثير فإحنا فعليا لما تيجي بروسيس بي بوقت TW تسأل هل CD معاي راح تلاقي إنه CD يعني هل CD متاح إني أخذه نعم متاح فبتيجي شوف شلون قطعت خط تعد TW معناته إنها أخذت CD لو كان CD مأخوذ من حد ثاني كانت راح تظل واقفة هون عند TW وتظلها واقفة تستنى لحد ما يصير له ريليس ليش؟ لأنه الميوتشوال إكسكلوجن بيضمن إنه ممنوع إنه هاي تأخذ CD اللي هي بروسيس بي إلا إذا كان ما في حدا ثاني مأخذ CD تمام؟ طيب هسا شوفوا إيش مين اللي اشتغل بروجرس هسا المرة هاي؟ بروسيس A كيف عرفنا لأنه بروسيس A إنه الساهم ماشي على الإكس أكسس فبالتالي بروسيس A إنه هي فعليا قاعدة لأنه بروسيس A فعليا هي قاعدة بتشتغل على الإكس أكسس فهي عملت شوية بروجرس حلو طيب هسا بروسيس A قاعدة تحاول تعمل أكواير لأي ريسورس التي 1 البرينتر البرينتر ممتاز ليش لانه احنا هيها الاكس اكسس تاع T1 شايفين انه هو المكان اللي بتطلب فيه البرينتر هل المفروض تاخذه at this point of time ليش لانه ما في حدا ثاني ماخذ البرينتر ففعليا راح تدخل هون حلو طيب لحد الان هل في مشكله هل في حدا شايف مشكله لحد الان لا حلو لحد الان ما في اي مشكله ليش لانه البرينتر مع T1 والسي دي او مع بروسيس A والسي دي مع بروسيس B وكل واحد ماخذه واحد اوكي طيب ليش حكيتوا لحد الان لا ليش شو متوقعين في مشكله لقدام لانه في لو كمل A حيطلب السي دي والسي دي جزء من بروسيس B أيوة. وكذلك B ممتاز ممتاز جدا ففعليا انه حاليا ما في مشكله اوكي لكن هسا احنا عندنا خيارين نمشي يا اما نمشي على الاكس اكسس يعني هوريزونتالي او نمشي بالواي اكسس فيرتيكالي لانه احنا عندنا تو بروسيسز فهم هذول تو دايمنشنز اللي نمشي فيهم يا يعني نعطي البروسيس A تشتغل او نعطي بروسيس B تشتغل لاحظوا اذا اعطيت البروسيس A تشتغل راح تكمل لهون لما توصل T2 شو راح تلاقي او خلينا نمشي نقول مثلا البروسيس B بالاول انا اقرب بروسيس B مجت راح تمشي لفوق راح تطلب مين البرينتر طيب اذا طلبت البرينتر مين اللي معاه البرينتر بروسيس A ايوه اذا مش راح تقدر تاخذه فراح تظل واقف هناك راح يصير كونتكست سويتشنج طيب الكونتكست سويتشنج راح يعطي لمين لا A تشتغل راح تروح وين تشوف تحاول تحصل على السي دي بس السي دي برضه مع مين مع بروسيس B فاذا شو هاي الحاله اللي وصلناها هون شو صار اسمها ديدلوك فاحنا هون فعليا اللي صار عندنا ديدلوك اللي تعلمناه بأول المحاضرة في عندنا تو بروسيسز واحدة معها البرينتر وبدها السي دي والثانية معها السي دي وبدها البرينتر والثنتين بيستنوا بعض ورح يظلوا هيك للأبد أوكي طيب لحد الآن إحنا شفنا كيف صار الديدلوك لكن بالله يخلينا نرجع خطوة لورا ونشوف إحنا ليش صار عندنا الديدلوك هذا أوكي إذا بتركزوا معاي الديدلوك بدت مشكلته من هون شايفين لما كنا هون وسألنا أسحون الحالة ذكروني بهذا السيتويشن إيش مع بروسيس A وإيش مع بروسيس B بروسيس B كان معاه CD
حلو. بروسيس A كان طالب البرينتر. ممتاز. بروسيس B مع CD، بروسيس A معهوش إشي لكنه قاعد بطلب البرينتر، صح؟ أوكي. وبهاي الحالة منطقيا المفروض إنه ما في أي إشي بمنعنا إنه نعطي بروسيس A البرينتر، لأن البرينتر ما حدا ماخذها. هذا لو إيش هيك بشكل عام، هذا تعلمناه أوكي زمان. لكن هذا اسمه تذكروا، احنا كله هذا قاعدين نتعلم اللي هو deadlock avoidance، تجنب. هذا الالجوريثم هون التميز تاعها بفرق عن كل الالجوريثمز الماضيه. هو بيقول لك انه اوكي بالمنطق ما في اي شيء بيمنعني اني اعطي البرينتر لبروسيس A من حيث المبدا، لانه ما في اي حدا ماخذ البرينتر. لكن انا لو اعطيته بروسيس A، لو اعطيت البرينتر لبروسيس A راح افوت على unsafe area اللي هي هاي اللي ظللناها بالأحمر. أوكي الـ unsafe area هي عبارة عن area أو يعني region بالجراف، هي مش إنها invalid، لا هي valid مسموحة أوكي، لكن إذا دخلنا فيها غالبا رح يصير عندها deadlock، فهي unsafe. هي إيش unsafe؟ يعني غير آمنة. فعشان هيك مجرد ما إني دخلت فيها غالبا رح يصير عندي deadlock، مع انه هي فعليا بحد ذاتها ما بتخالف اي قانون، ما في مخالفه للميوتشوال اكسكلوجن. اوكي فهون هاي، وهذا مشان هيك بالامتحان ممكن يجيك ايش هاي، هل هي انفاليد ولا فاليد؟ هاي فاليد ستيت بس انها انسيف ستيت. ليش انسيف؟ لانها فعليا لما تدخلها انت اي بروجرس راح تعمله راح يؤدي لك الى ديدلوك. فالالجوريثم هاي اللي تعلمناها، الحل الثاني اللي هو الـ deadlock avoidance، أسع deadlock detection اللي أخذناه بالمحاضرات الماضية، كان يحكي أنا ولا إلى علاقة، خليه يدخل يدبر حاله، ولما يوصل لجوا ويطلب CD أو يطلب printer ويصير عنده deadlock، لوقتها الله بفرج وبفوت أنا بصلح الموضوع وبعمل killing للprocesses وكذا. هذا أذكى شوي. هذا بيحكي أنا ليش أستنى لحد ما يصير deadlock؟ لا، أنا قبل ما يصير deadlock لما أشوف حالي قاعد بدخل على unsafe area باجي بحكي له انه لا وقف. فالسيتويشن هاي فعليا شو اللي بصير لما الاو اس يشوف انه بروسيس A تطلب منه البرينتر؟ اول شيء بشوف هل البرينتر حدا ماخذه؟ لا. بيجي بقول صحيح انه البرينتر ما حدش ماخذه، بس انا عندي افويدنس حاس انه لو دخلته واعطيته البرينتر ممكن يؤدي بالمستقبل انه يصير عندي ديدلوك، فلا تعطيه البرينتر مع انه افيلبل. طب ايش اعمل بالمقابل؟ خليه يستنى. يستنى مين؟ يستنى بروسيس B، لأنه هي اللي معاها CD اللي هو النص الثاني للإيش للديدلوك. طيب إيش بالتالي راح يصير؟ بروسيس B شوفوا بروسيس A وصلت لهون طلبت البرينتر، لكن الأو أس ما راح يعطيها. شو الأو أس مقابل راح يعمل؟ راح يقولها وقفي وشوفوا البروغرس كلياته صار عوين على الواي أكسس، فراح يصير يكمل B. B معاها كان CD زي ما حكينا، راح يخليها تأخذ البرينتر، بعدين تسلم CD وتسلم البرينتر، بعدين بعد ما خلصت بي كل شغلها بيجي بيعطي الدور لاي، فاي بعديها راح تاخذ البرينتر والسي دي وتترك البرينتر وتترك السي دي وتطلع. هل هون في ديدلوك؟ هل شايفين هون في ديدلوك توقعين؟ لا لا. ليش؟ لانه كلياتهم اشتغلوا واحد ورا الثاني، فاحنا ضمننا انه ما راح يصير اي ديدلوك. فاحنا هون هاي الحل فعليا حلو كثير. ليش؟ لانه انت هون ضمنت انه ما في عندك ديدلوك، وبنفس الوقت انت ما اجبرتهم انه دائما يكونوا سيريلايزد الا لما تحس انهم قربوا يدخلوا على الدينجرس ستيت او الانسيف ستيت، وقتها انا بقول لا بدي اتدخل. اوكي فاهمين؟ حدا عنده اي سؤال على الفيجر هاي كيف مشينا فيها؟ انه هذا ممكن يجي عليه اسئله بالامتحان زي هيك فيجر، واحكي لك اعطيني ايش الانفاليد ستيت، اعطيني ايش الانسيف ستيت، اعطيني وين ممكن يصير ديدلوك، اعطيني ايش ممكن يشتغلوا. في كثير اشياء ممكن تيجي على الفيجر هاي. واضحه بالنسبه لكم؟ حدا عنده اي سؤال؟ تمام دكتور. تمام. طيب اوكي. طيب هسه هاي اللي حكينا عنها هي خلينا نحكي كيف الديدلوك افويدنس هيك بشكل بشكل يعني نظري. اوكي انه يعني والله بتحرك هيك وكذا مشان تفهموا.
هسه راح نتعلم الجوريثم انه كيف عن جد بنعمل له امبلمنتيشن. اوكي، وميزت هاي الالجوريثم حتى اكثر من مثلا الاشياء اللي تعلمناها قبل انها ات كان هاندل الكيس لما يكون عندي مالتيبل يونتس اوف ذا سيم ريسورس. اوكي، لما يكون عندي مالتيبل يونتس اوف ذا سيم ريسورس، يعني مثلا اكثر من سي دي او اكثر من برينتر، هون كمان برضو هذا بيقدر يورجيني كيف الديدلوك تاعها بيشتغل. اوكي، طبعا هاي الالجوريثم اسمها بانكرز الجوريثم. اوكي، هاي كثير كثير مشهورة الالجوريثم ومهمة جدا، لأنها هي بيعتمدوها مشان الموضوع الأفويدينج الأنسيف ستيت. طبعا سموها بانكرز لأنه يعني هي إشي ممكن يستخدموه البانكس المصارف البنوك، يعني عشان إنه لما يعطوا قروض مثلا أو إشي زي هيك يكونوا يعطوا قروض بطريقة بحيث إنه يضمنوا إنه ما يصير عندهم إنه مثلاً يعطوا قروض مثلاً لاثنين أو ثلاث وبعدين يلاقوا إنه والله كلياتهم مش عارفين يسدوا، لأنه ما حدش إنه هم كل واحد فيهم مثلاً طلب جزء من المبلغ بعدين بالأخير مش قادرين نعطيهم إشي زيادة يكملوا المشروع وينجحوا، فأدينا إلى إنه بالنهاية كلياتهم أفلست مشاريعهم وإحنا خسرنا كل الفلوس وما حد رجع لنا. لكن إحنا ما بهمنا كثير إيش يعني الهيستوري تاعت الألغوريثم، أنا بهمني تفهموا إيش الإمبليكيشنز تاعت الألغوريثم هاي علينا إحنا ككمبيوتر انجينيرز. اوكي، انه كيف البانكر الجوريثم هاي ممكن انه احنا نستفيد منها باننا نعمل امبلمنتيشن للديدلوك افويدنس. اوكي، وبدي تركزوا كثير كثير معي هون، واذا عندكم اي سؤال اسالوه مباشره لانه هذا تقريبا يعني 100% او 99% سؤال جاي يا اما بالميد يا اما بالفاينل. اوكي، يعني واحد منهم غالبا. اوكي، مش الاثنين، وبيجي عليه اكثر من فرع. تمام، فبدي تفهموه وسهل جدا، يعني هو انه الاشي سهل بس بدك تكون مركز معاي وفاهم ايش الـ ايش الالجوريثم بتعمل، وبناء عليها راح تحل بكل بساطه. طيب، بس اهم شيء تكون فاهم وفهم، مش انه حافظين ايش الاشياء اللي عاملها. خلينا نروح على الاكزام بالمباشره عشان اورجيكم كيف تشتغل. اوكي، حدا عنده اي سؤال قبل نبدا؟ طيب ممتاز. اوكي، بدي تركزوا معاي على الأربع ماتريسيز اللي عندي هون، أو يعني 2 فيكتورز و 2 ماتريسيز. أوكي، أنت عارفين الفيكتور اللي هو عبارة عن 1 dimensional matrix، ففي عندي E و A و C و R. أوكي، ال E اللي هي existence، يعني هاي قديش أصلاً السيستم تاعي فيه من هاي الريسورس. احنا طبعا هون عندنا مثلا اربع اليمنتس بهاي بهذا الفيكتور الاي، كل اليمنت يرمز الى واحد من الريسورسز. اوكي، يعني مثلا هذا سي دي روم، هاي السكانر، هاي البلوتر، هاي التيب درايفر او التيب درايف، هذول هم عباره عن ريسورسز. اوكي، يعني زي سي دي روم، سكانر، برينتر، مش مهم ايش هم فعليا ايش الريسورس بيعمل، لكن أنا اللي بيهمني أكثر إنكم تفهموا إنه عندي مثلا هون كم ريسورس عندي؟ عندي أربعة، كل واحد فيه عندي منه يا أما نسخة واحدة مثلا زي CD ROM عندي واحدة، أو إنه عندي مثلا أكثر من واحدة زي سكانر عندي ثلاثة سكانرز. أوكي، فهذا هو أصلا هيك السيستم اللي أنا عندي، مثلا السيرفر تاعي هاي هي الريسورسز اللي موصلة معها، هذا هو الإكزيستنس. يعني أنا ما فيش أي طريقة إنه مثلا لو حدا بدي يطلب أربعة CD ROMs اني اقدر اشغله، او اربع سكانرز، بس لو حدا طلب 2 سكانرز ممكن اشغله، اقدر انفذ البروسيس هاي، لكن اذا كانوا كلهم متاحين او لا. اوكي، واضح الاي؟ تمام. هاي الاي اللي هي عباره عن ايش؟ زي ما حكينا الاكزيستنس، انه ايش هو الاشي الاصلي الكثير عندي اصلا. الاي هو عباره عن جزء من الاي، يعني الاي نفس الاشي، كل واحد بيرمز لوحده من الاليمنتس، لكن الفرق انه هون كل واحد من الاليمنتس ممكن يكون نقص. يعني مثلا هون مثلا توقعوا كم تيب درايف احنا استخدمنا لحد الان؟ اثنين. كيف عرفنا؟ لانه كان عندي، ايوه ممتاز، كان عندي أربعة وصار اثنين، اذا في اثنين استخدمناهم، وفي عندي بلوترز كان اثنين صار واحد، اذا في واحد استخدمناه، واستخدمنا 3 سكانرز لأنه كان عندي 3 وصار صفر، واستخدمنا 1 سي دي روم لأنه عندي كان سي دي روم واحد وصار صفر. فالأفيلابل هاي هي عبارة عن يعني نسخة من الإي، لكنها نسخة دايناميك، إنه بتتغير مع الوقت حسب إيش بنستخدم.
فمثلا لو اجت بروسيس واحتاجت واحد من كل واحد مثلا واحد من كل ريسورس فراح واعطيناها المجال تشتغل فرايحين ننقص من كل واحده من هون واحد 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 ونحطهم بالافيلبل. لما تخلص راح تعمل ريليس لهم فراح نرجع نرجعهم لهون فيصيروا بلس 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 اوكي راح نزيدهم وهكذا. واضح هاي كيف الاي والاي بيشتغلوا؟ طيب عندك سؤال دكتور؟ هسه هون سكانرز كانوا ثلاث وصاروا زيرو، هذا يعني انه انا عندي 3 بروسيس كل واحده اخذت واحده منهم؟ ممكن هذا حل صح، او انه عندي 1 بروسيس طلبت ثلاث، او انه عندي 2 بروسيسز واحده طلبت واحد واحد طلب اثنين. طب ليه بروسيس واحده ممكن تطلب الريسورس ثنتين منهم؟ يعني سؤال حلو فعلا. هو ليش؟ حسب السيتويشن. يعني مثلا انه مثلا لنفترض انه في عندنا تو سكانرز، واحد مثلا مبنى وفي عندنا سكانر بالطابق الاول وسكانر بالطابق الرابع مثلا، وفي عندك موظفين كل واحد بيعمل سكانينج بالطابق بتاعه، فانت محتاج تاخذ ايش السكان هاي وايش السكان هاي مثلا وتعمل عليهم بروسس معينه. يعني في ألف سبب انه ممكن بروسس معينه تحتاج مالتيبل يونتس من السيم ريسورس اوكي، يعني بتصير. بس هو الأهم تعرفوا إنه كل يونت من هاي الريسورسز هي عليها mutual exclusion، يعني ما بصير two processes يستخدموا نفس السكانر، بس بصير إنه multiple processes كل واحدة تستخدم يونت مختلفة من السكانر، أو واحدة من البروسيسز تستخدم أكثر من يونت من السكانر. أوكي تمام تمام حلو كثير حلو كثير، أسئلتكم ممتازة. طيب خلينا هسا نسأل السؤال، نروح نشوف هاي خلصنا الإي والإي، خلينا نشوف التو ماتريسيز اللي ضلوا. على فكرة بالامتحان حرفيا هيك بيجي هذول أربع أشياء وبسأل عليهم أسئلة، رح تشوفوا أسئلة إيش أسئلة رح نسألهم. طيب وعلى فكرة هم الأسئلة في بعضهم زي اللي سألناهم قبل شوي، مثلا إنه أعطيك إي وإي زي هيك، أقول لك مثلا how many scanners إنه used، فبتقول لي ثلاث، how many CD ROMs واحد، وهكذا. يعني هذا بحد ذاته بيجي بكون فرع بالامتحان. طيب خلينا أسأل نشوف الماتريسيز هذول، هذلاك كانوا عبارة عن فيكتورز one dimension، هذول شوي أعقد أوكي، أو شوي يعني فيهم إشي أكثر، إنهم فيهم X أو rows أو columns. طيب هذول كل column فيهم بيرمز لواحد من ال resources، يعني حرف يعني مثلاً ال column هذا بيرمز للتيب درايف، ال column هذا بيرمز للبلوتر، وال column هذا بيرمز للسكانر، وهذا للسي دي روم. تمام، سواء بهاي الماتريكس او هاي، يعني نفس الترتيب اللي احنا شايفينه فوق هو نفسه، مشان ما تخربطوا هو نفس الترتيب، كل كولوم هو فعليا برمز لواحد من الريسورسز اوكي. طيب هاي فهمناها، لكن في عندنا روز اوكي، هذول الروز كل رو برمز لوحدة من البروسيسز اوكي. فاذا هاو ماني بروسيسز عندنا بالسيستم هسه بيشتغلوا؟ 3 بروسيسز. 3 processes تمام، هيك ممكن يجي بالامتحان how many processes عندنا؟ عندنا 3. كيف عرفنا؟ من خلال انه شفنا كم عدد الروز الموجودات اوكي. طيب خلينا اول شيء نشوف ايش معناهم هذول الماتريسيز. السي ترمز للكرنت. شو يعني كرنت؟ كرنت allocation matrix، يعني قديش هاي البروسيس حاليا معاها من الريسورسز ماخذه لحد الان اوكي. فمثلا بروسيس 1 هاي اول واحدة شو معاها بالله؟ مين يقول لي؟ بس معاها سكانر. معاها سكانر بس. طيب بروسيس 2 ايش معاها؟ 2 تاب درايف سي دي روم 1 سي دي روم حلو. وبروسيس الثالثة ايش معاها؟ اللي هي البلوترز واحدة وسكانر سنتين. حلو ممتاز جدا. إذن هون هيك هاي هي الأشياء اللي أسا حاليا مأخوذة من كل من كل بروسيس. أتوقع أنت رفايدة سألتيني قبل شوي عن السكانر صح؟ إنه ليش كانوا ثلاث كيف صاروا زيرو صح؟ آه. بتعرف بتقدر تجاوب على السؤال هسا سؤالك؟ كيف راحوا السكانرز؟ مين أخذهم؟ أخذتهم بروسيس ثالثة. ركزي هون بالسي. قصدك اوكي بالسي في عندي البروسيس الاولى اخذت واحده حلو، البروسيس
سنتين. حلو هاي انت السؤال اللي سالتي هي جوابه طلع هون انه كيف اختفوا الثري سكانرز وين راحوا ليش كانوا ثلاث وصاروا صفر افيلابل في ثلاثه معناته راحوا فانا قلت لك ممكن يكونوا ثلاثه راحوا كلهم لنفس البروسيس او كل واحده اخذت واحده او انه واحده اخذت ثنتين وواحده اخذت واحده هاي طلعت الحاله اللي فعليا عندنا انه بروسيس 1 اخذت واحد من السكانرز وبروسيس 3 اخذت 2 سكانرز وبروسيس 2 ما عندهاش ولا سكانر اوكي فهيك هذا بالامتحان ممكن يجيك انه مثلا احكي لي السكانرز وين راحوا برضه بتقدر كله هذا لحد الان احنا ملاحظين بس من خلال قراءتي للماتريسز اللي قدامي قدرت افهم كثير عن السيستم اللي انا شايفه اوكي ظل عندي اخر واحد اللي هو الار ماتريكس الار هاي بحكي لك الماكس ريكويست ماتريكس اوكي لاحظوا ما بدي تخربطوا هاي مش انه معناها هاي معناها قديش ظل كمان ممكن ينطلب اوكي يعني مثلا لو تلاحظوا مثلا بروسيس 2 هنا طلبت اوريدي 2 تيب درايفز اوكي كمان ظل ممكن تطلب واحد فيصيروا ثلاث بدها اوكي فهذا انه بحكي لك قديش النيدد يعني قديش انه ممكن هي تطلب اضافه للي معاها مش انه هذا الماكس انكلودينج اللي معاها يعني انه هي كان مش كيف اصلا راح تزبط لانه هي اصلا مع هي بقول لك هون واحد وهي اوريدي طالب اثنين فكيف تقول هي الماكس واحد وهي اصلا معاها اثنين لا هذا الماكس اللي هو ماكس بالاضافه للي هي اوريدي معها اوكي مش انه هذا الماكس الكلي بدي ما تخربطوا بهاي الشغله لانه كثير طلاب بخربطوا فيها الماكس اللي هي الار ماتريكس هاي هي الماتريكس اللي بتمز الى انه قديش كل بروسيس من هاي البروسيسز ممكن انها تطلب اضافه اللي هي عندها اصلا من كل من الريسورسز اللي احنا عندنا وكل ريسورس ممثل بكولوم زي ما شفنا هون وكل رو ممثل بروسيس واضحه هاي يا جماعه حدا عنده سؤال عليها دكتور تفضلي هسه صح هي سي البروسيس الثانيه طلبت ثنتين تاب درايفز وبضل ثنتين سي حلو معها ثنتين وبضل حلو بضل بالسيستم ثنتين حلو ليه ما يكون الماكس اثنين برضه لا هذا الماكس طيب هسه اوكي خلينا نمشي على المثال اللي حكيته زميلتكو عندنا اول شيء اربعه تيب درايفز صح بروسيس 2 طلبت اثنين منهم اوكي وين لقينا الاثنين اللي بتحكي عنهم انت هون بالافيلابل هيهم هون بالافيلابل في اثنين ليش في اثنين لانه عندنا اربعه بروسيس 2 طلبت اثنين في حدا ثاني طلب شيء غيرها لا ما حدش معاه شيء غيرها كلهم 0 0 فبالتالي هي الوحيده اللي اخذت فاذا اربعه وهي اخذت اثنين بضل معي افيلابل اثنين اوكي هاي هون هاي واحد هاي مش إشي أنت بتعرفه هذا إشي من خصائص البروسيس إنه هاي البروسيس أصلاً بتحتاج ثلاثة تيب درايف هي أصلاً هي البروسيس هيك طبيعة شغلها بتحتاج ثلاثة تيب درايف فإحنا فعلياً هي أخذت اثنين وأنا بحكي لك ترى خلي ببالك إنه الهاي ما خلصت البروسيس لسه ممكن للمستقبل تطلب واحد كمان فأنت مثلاً هيك عارف حالك عندك اثنين حلو وضعك ممتاز لكن إنه فعلياً هي ظل بدها واحد ممكن مثلاً البروسيس الأولى لاحظوا هي ما طلبت ولا تيب درايف لحد الآن هل هذا يعني إنه هي ما بتحتاج تيب درايف إيش رأيكو؟ لا هي ممكن تحتاج اثنين بس حاليا ما معها أيوة هي ممكن تحتاج اثنين أو يعني هي غالبا راح تحتاج بالمستقبل بس مش هسا فممكن من هون لا مثلا كم إنستركشن لقدام راح تأخذ اثنين أوكي لأنه هي إحنا عارفين الألغوريثم تاعتها تحتاج تو تيب درايفز بس هي لحد الآن ما استخدمت ولا واحد منهم أوكي ما طلبته فانت مش تفكر انه هي ما طلبتوش لانه هي ما بتهاش اياه لا هي بدها اياهم بس لسه ما طلبتهم لحد الان اوكي واضح هذا الشيء تمام دكتور واضح تمام دكتور يعني طيب. الار ماتريكس تكون هي يعني معطى بالسؤال مش احنا يعني اللي قلنا الار ماتريكس كل هذول الاربعه بكونوا معطى بالسؤال اوكي اوكي تمام كلهم لكن هسه انتوا راح تنفذوا عليهم راح تصيروا تعدلوا عليهم هسه بتشوفوا كيف هسه اتذكروا احنا كله هاي كل الاشياء هاي الهدف منها انه انتو تعرفوا كيف نعمل deadlock avoidance على فكرة أسا احنا قلنا الاربعة هم معطى صح لكن على فكرة هم أسا الار اكيد معطى اوكي الار اكيد معطى لكن الاي والاي والسي انا ممكن اعطيك ثنتين وانت المفروض تقدر تطلع الثالثة او خلينا نحكي على الاقل اي واي
لو أعطيتك واحدة مع سي مفروض تطلع الثالثة. كيف يعني؟ يعني مثلا إذا قلت لك إنه هاي الإي وهاي السي، فأنت شايف إنه كان عندي أربعة تيب درايفز، وبتشوف البروسيسز إنه في اثنين مأخوذات بس، فبتعرف إنه الأفيلابل اثنين. بتشوف إنه كان عندي تو بلاترز، وهنا أنا فعليا بس واحد استخدمته، فظل عندي واحد أفيلابل. كان عندي ثري سكانرز، أخذت الواحد واثنين، خلصت ثلاث، إذا ظل معي زيرو. كان معي 1 سي دي روم وبروسيس 2 هي استخدمته، فاذا ظل زيرو. فانا من خلال اي يو سي لحالهم بقدر اطلع اي. فلو ما لو اي ممكن اطلبها منك، احكي لك انه علما انه عندك اي يو سي طلع لي اي، فهي ممكن تكون مش معطى اوكي. لكن اللي عن اللي ضروري تكون معطى ار، لانه ار هاي شيء ما بتقدر تتنبأ فيه، لانه هاي تعتمد على طبيعه البروسيس اوكي. فار اكيد معطى، لكن هذول الاربع الثلاثه ممكن بعضهم تكون تقدر تشتقهم من بعض، لانه هو بس مجرد منطق اوكي. واضح النقطة؟ واضحة. تمام، ممتاز كثير. أوكي، نرجع هسه إحنا كيف بدنا نستخدم هاي الالجوريثم عشان نعمل deadlock avoidance. أوكي، هسه لاحظوا إحنا إيش المشكلة؟ المشكلة إنه إحنا خايفين إنه نسمح لواحدة من البروسيسز إنها تبلش، نعطيها مثلاً البرينتر، وبعدين نكتشف إنه السي دي بعد ما نعطيها البرينتر إنه مش موجود، فبالتالي ما راح تعلق وتصير deadlock. فالاصل الاحسن deadlock avoidance ايش بيعمل؟ بيقول انا مش راح اسمح لاي بروسيس انها تبدا تشتغل الا اذا انا عارف انه معي ريسورسز اخليها تكمل للاخير اوكي. اذا في بروسيس، اذا في ريسورسز انا لسه مش موجوده عندي، وعارف انه هاي البروسيس راح تحتاجها، فراح اخلي البروسيس تستنى لحد ما انه هاي الريسورسز تصير كافيه بحيث انها تقدر تكمل. فانا ما راح خلينا نحكي يعني اعشم واحده من البروسيسز ان اقولها تفضلي هاي اول ريسورس من الاشياء انت محتاجيته، الا اذا انا ضامن انه انا معاي اني اخليها تكمل لحد ما انها تخلص للاخير. واضح؟ خلينا نشوف كيف راح يشتغل هون. فهون كثير مهم الار صار. طيب خلينا نمشي، احنا عندنا 3 بروسيسز اوكي. خلينا نشوف مثلا ايش لو هيك بيجي السؤال انه عندك هذول البروسيسز الثلاث اللي هم P1 أول رو، P2، P3. خلينا نشوف مين البروسيس اللي بنقدر نخليها تتنفذ أول شيء، أوكي؟ إيش رأيكم ببروسيس 1؟ هل بقدر أنفذها؟ إيش رأيكم؟ هسا بروسيس 1 ما معها تيب درايفز، وهي فعلياً ممكن تحتاج تنتين منهم. حلو، بروسيس 1 ما معها ولا تيب درايف، هي ممكن تحتاج اثنين، صح؟ وبرضه طب احنا عندنا اثنين حاليا موجودات متاحات؟ لا هيهم بالافيلابل موجودات اثنين تيب درايفز، مش حاجزيتهم بروسيس 2؟ لا بروسيس 2 اخذت اثنين ثانيات، مو كان عندنا اربعه تنتين اخذتهم بروسيس 2 وظل عندي اثنين افيلابل. تمام، حلو حلو كثير. انا هيك بدي ايوه انه هيك اصلا بالمثال ببلش يتضح لكم ايش معنى الاي والاي. فكان عندي اربعه بروسيس 2 اخذت ثنتين، ظل عندي اثنين A. اللي بالاي هذول افيلبل، هذول ما راح احجزهم اوكي. وعلى فكره انا اصلا يعني خلينا نحكي ما في داعي اغلب حالي هي قديش معها حاليا، لانه زي ما حكيت لكم هي هذا اللي هون هو برمز لي ايش راح تحتاج لقدام بغض النظر هي قديش معاها. فاذا بروسيس A بتحكي انا ممكن احتاج لقدام او غالبا راح احتاج 2 تيب درايفز. هل معانا 2 تيب درايفز افيلبل؟ يس. حلو، اذا الاولى ممتازه. طب انا عندي 1 بلوتر بس هي بتحكي انا اصلا مش محتاج ولا بلوتر لقدام، زيرو ما بيهمني. طيب انا معيش ولا سكانر بس هي برضه بتحكي انا اصلا ما بدي سكانرز، فاذا ما في مشكله. اها اسع المشكله، حكت بروسيس 1 انا راح احتاج سي دي روم 1، بس احنا كم سي دي روم افيلبل حاليا؟ زيرو. طب ليش زيرو؟ مين اللي اخذ سي دي روم؟ بروسيس 2 هي كان عندي واحده اكزيستينج بس بروسيس 2 هي ما اخذيته، فصار الافيلبل زيرو. فاذا بروسيس 1 تحكي انا لقدام راح احتاج سي دي روم، بس احنا حكينا بس انا حاليا ما عنديش سي دي روم، فممكن اعطيك المجال تشتغلي لكن لما تيجي تطلب سي دي روم راح تعلق ويصير ديدلوك، فلا بديش اعطيه بروسيس 1 اوكي. فبروسيس 1 اذا الديدلوك افويدنس بيقول لها صحيح انه انا عندي 2 تيب درايفز اللي انت طالبيتهم، لكن مع ذلك ما راح اعطيك المجال تشتغلي لانه السي دي روم اللي انت طالبيته انا ما عندي قدره اجيبه. خلينا نشوف بروسيس 2 ايش رايكم، هل بنعطيها المجال او لا تشتغل؟ ايش رايكم؟ هذا بروسيس 2 مشكلتها بالسكانر. حلو، هي بحاجه واحد بس حاليا مش متوفر عندنا سكانر، فبرضه مش راح تقدر تتنفذ.
ممتاز جدا. ايوه هيك بدي على السريع يصير يطلع معك كل جواب انه هي معاها بدها تيب درايفر واحد، عندنا اثنين ممتاز جدا، لكن هي طالب سكانر وما عندنا ولا سكانر فما راح نقدر ننفذها. طب هلا شو استفدنا معناته؟ هاي كمان علقت او يعني ما بنقدرش نعطيها الدور. خليني اشوف بروسيس 3. طيب بروسيس 3 هل تمشي او لا؟ شو رايكو؟ بتمشي لانه كل شيء حتحتاجه موجود. ممتاز. بروسيس 3 محتاجه اثنين تيب درايفرز درايفز عندنا اياهم، محتاج 1 بلاتر عندنا اياه، مش محتاجه سي دي ولا سكانر، احنا اصلا مش ما عندناش اياهم وهي اصلا مش محتاجيتهم. اذا اللي راح ننفذها هنا هي راح تكون بروسيس 3. تمام. طيب هسه شوفوا ايش الحلو راح يصير معانا هنا بالسيتويشن هاي. راح ننفذ بروسيس 3. تمام. طيب لما ننفذ بروسيس 3 راح تخلص. اوكي، لما تخلص الشغل تاعها كلياته ايش راح تعمل؟ راح تعمل ريليس للريسورسز اللي هي ماخذيتها اوريدي، اللي هم وين موجودات اللي هي ماخذيتهم. يعني راح تشتغل تاخذ 2 تيب درايفز وتاخذ 1 بلاتر. اوكي، وتعمل الشغل تاعها بعدين تعمل ريليس لكل شيء ايش اخذته. صح. طيب هي ايش ماخذه لحد الان؟ ايش يعني الريليس راح تعمل لمين؟ اللي هم هون. صح. تو سكانر اللي هم 1 بلاتر وتو سكانرز. صح. هذول الاشياء اللي هي اصلا عندها اياهم كرنتلي راح ترجعهم لما تخلص. فشوفوا احنا لما نخليها تخلص هي راح تروح ترجع لي الاشياء اللي كانت معاها، فانا راح استفيد. لاحظوا السعتيب درايفز هي ما كانش معها ولا واحد، كان زيرو ما استفدناش، لكن كان معاها 1 بلاتر وهي اعطتنا واحد صار عندنا 2، وكان عندها هي اصلا 2 سكانرز احنا ما كانش عندنا ولا واحد اسا صار عندنا ايش 2، وما كانش عندها سي دي رومز ما فادتناش من هاي الناحيه. وهيك بنكون خلصنا مين؟ بروسيس 3. بس لاحظوا كيف بروسيس 3 هيك فادتنا. اوكي، لانه فعليا انت بروسيس 3 هيك قدرنا تزيد الريسورسز الافيلبل لانها عملت ريليس. طب خلينا نشوف هسه بعد ما هي عملت ريليس وصار عندنا احسن وضعنا بالافيلبل، هل في بروسيس ثاني قدرت تشتغل؟ شوف بالله، هل بروسيس 1 بقدر اشغلها هسه بالوضع الحالي؟ شوف كيف احنا ايتريتيف انه كل ما بروسيس تزبط وترجع ريسورسز نرجع نشوف كل البروسيس اللي ظلوا هل في واحده صار لها مجال ولا لا. شو رايكو بروسيس 1 هل بقدر امشيها؟ لا ما بقدر لانه سي دي رامز لساته صفر. ايوه سي دي رامز لساته صفر ما بقدر. طب بروسيس 1 2 عفوا بيزبط عادي بزبط. ليش؟ لانه هي بدها 1 تيب معانا وبدها 1 سكانر معانا، سكانر كان زيرو هو كان اللي مانعنا، بس لما رجعنا 2 من بروسيس 3 صار بامكاننا نشغلها. فهيك راح مين؟ راح تنتهي بروسيس 2 وترجع الاشياء اللي هي ماخذيتها اللي هم كانوا 2 تيب درايفز 1 سي دي روم. فراح يصير عندي هون صار من 2 صاروا 4 وهون 0 صار 1. طب خلينا نرجع هسه على بروسيس 1 نشوف هل بنقدر ننفذها هسه. بنقدر ننفذها صار اسرع بنقدر ننفذها. تمام. فهيك صار بروسيس 1 كمان راح تتنفذ. فشو الاوردر اوف اكسكيوشن اللي بنقدر ننفذه مشان ما يصير معانا ديدلوك برايكو؟ بروسيس 3 2 1. ممتاز. بروسيس 3 2 1 هيك بقدر ننفذ بدون ما يصير عندنا ديدلوك. واضح. طبعا اذا كنا هسه هيك بالامتحان بيجي بحكي لك ايش مثلا بقول لك مثلا احكي لي شو وضع الافيلبل بعد كل ما واحد منهم يترك مثلا، وبحكي لك ايش هو الاوردر اوف اكسكيوشن الصحيح، تقول لي 3 2 1. وكمان مثلا ممكن بعض الحالات انه تكون ما بتنحل، يعني انه صحيح لما يرجعوا بس بضل بالاخير في بعض البروسيسز اصلا السؤال مصمم بحيث بعض البروسيسز حتى هون ما بيقدروا يستفيدوا. فهاي الحاله بنحكي انه لا في ديدلوك ملوش حل. تمام. ففي حلول زي هيك نحل الديدلوك بالتنفيذ الصح. في حالات ثانيه حتى لما نعمل ترتيب قدر الامكان بالنهايه الريسورسز اصلا مش كافيات لكل البروسيسز انهم يشتغلوا، فهيك ما راح يصير امل. يعني زي لو عندي بروسيس بدها 5 تيب درايفرز اصلا انا اللي عندي كلهم 4، فقد ما يرجعوا ما راح استفيد، فبالتالي هاي مثلا الديدلوك فيها مؤكد. ففي حال فمش هيك ممكن يجي بالامتحان هل الديدلوك ممكن نحله مثلا هون ايش الاكسكيوشن صح 3 2 1 وهكذا. واضح. حدا عنده اي سؤال دكتور؟ اها هسه بروسيس 3 فعليا ما بتحتاج ولا سكانر صح؟ بروسيس 3 ما بتحتاج لا احتاجت 2. لا هسه طب نروح على الماكس ريكويست ماتريكس زيرو يعني ما بتحتاج صح؟ لا زيرو هاي ايوه الماكس. احنا هون قاعدين بننظر لل
للسيستم at a point of time، مش قبل ما يبدأ كلهم يشتغلوا. إحنا هم بننظر قاعدين at مثلاً بعد ما اشتغل صاروا ساعة اشتغل، وفي ناس أخذوا resources وكذا، بننظر at this point of time. الكرنت هو at this point of time إيش حصل، والماكس إنه at this point of time إيش ممكن ينطلب زيادة غير عن اللي أخذوه. فمثلاً ال C ال process 3 هي محتاجة أصلاً 2 scanners، بس هي already لما شفنا السيستم كانت ما أخذيتهم، فظل الماكس اللي ظل يعني فوق اللي ما أخذيته 0. بينما مثلاً كم مثلاً ال plotters اللي process 3 راح تحتاجهم بالسيستم تاعنا؟ 2. كيف عرفت؟ لأنه هي معها واحد وحكينا راح تطلب واحد كمان، فهي قديش الماكس راح تحتاجه اللي هو يعني نحكي التوتال 2. فالماكس ريكوست هذا احنا قاعدين نحكي انه قديش هي راح تطلب اضافه للي عندها اوريدي. يعني الماكس هاي مش ثابته، يعني بكتبها بناء على السي، او هي يعني جنبنا بناء على سي. ايوه هي بالبدايه، يعني مثلا هنا هي كانت بالبدايه سكانر يساوي 2 الماكس، لما اخذت 2 خليها تصير 0 لانه احنا اخذنا 2 تاعتها. اوكي تمام. فإحنا هون بننظر at some point of time، إنه يعني at this point of time بعد ساعة مثلاً ما اشتغل السيستم قديش الكرنت وقديش ظل ماكس. الماكس بجوز هو الاسم اللي بيخربط شوي، بس أنتوا انظروا لها إنها R، إنه إيش هو needed، إيش الإشي اللي ظل محتاجينه غير اللي معاي. أوكي كثير مهم السؤال هذا، لأنه هاي كثير طلاب بيخربطوا فيها. حدا عنده أي سؤال على الإشي اللي حكينا لحد الآن؟ طيب إذن هذا اللي حكينا عنه قبل شوي اسمه deadlock avoidance. ايش معناته؟ انه انا السيستم بخليه يشتغل عادي، لكن انه انا لما اقرب يصير عندي deadlock، زي ما شفتوا مثلا انه هو بده 2 scanners و1 cd rom. حكيت صحيح انا عندي cd rom scanners موجودات، بس عشان لانه cd rom ما عنديش اياه ما راح اخليك تكمل، لانه في انا قريب شوي من deadlock اللي هو unsafe state، فهذا deadlock avoidance. تمام. لكن في حالة ثالثة، أو يعني الحل الثالث، إحنا حكينا detection avoidance، ظل آخر واحد اللي هو prevention. prevention أقوى منهم. شو اللي prevention بيعمل؟ اللي prevention بيقول إنه أنا فعلياً مش عندي 4 conditions اللي ممكن يؤدوا إنه يصير عندي deadlock، اللي هم mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. أنا ممكن إذا لازم هذول 4 يصيروا مع بعض عشان يصير عندي deadlock. فأنا إذا كسرت واحد منهم على الأقل بقدر أضمن إنه ما رح يصير ديدلوك، لأنه ديدلوك بحتاجهم الأربعة أنهم يصيروا. فخلينا نشوف، في ناس بحاولوا يكسروا فإحنا رح نحاول نكسرهم واحد واحد. إذا أي واحد بزبط ينكسر من الكونديشنز هذول معناته الأمور كويسة. فإذا قدرت أعمل أتاكينج يعني أهاجم وأكسر الميوتوال إكسكلوجن، إيش معناته؟ إنه أخلي الريسورس أكثر من حد يستخدمه مع بعض. ها ممكن يزبط ببعض الحالات، لكن زي ما شفتوا مثلا بالطابعة ما بزبط، لأنه أنت محتاج واحد بس يطبع، أما إذا أكثر من حدا طبعوا مع بعض راح يخرب لنا الورق إيش راح يطلع. نفس الإشي attacking no preemption. شو معناته no preemption؟ إنه ما راح يصير مقاطعة، يعني مثلا الطابعة قاعد تطبع ما بصير فجأة وهي بنص الصفحة أشيل البروسيس وأحط بروسيس ثانية. فمشان هيك مش كل types of resources بقدر أعمل عليهم no preemption، لكن في بعض types ممكن يزبط. أوكي فهيك أنا بقول إنه إذا كان التايب بزبط راح أكون وقدرت أعمل no preemption حلو، أنا هيك عملت deadlock prevention، إنه أنا يعني ضمنت إنه مستحيل يصير معي deadlock. لكن المشكلة بالdeadlock prevention إنه محدود جدا، فشايفين مثلا mutual exclusion مش دائما بقدر أنفذه، no preemption مش دائما بقدر أنفذه، الhold and wait برضه مش دائما بقدر أنفذه. شو معنات hold and wait؟ إنه أنا بحكي للالجوريثم أو البروسيس احكي لي شو حاجتك كاملة قبل ما نبلش، إذا قدرت أعطيك إياها كاملة بعطيك إياها، إذا ما قدرت ما بخليك تبلشي. فهذا زي البانكر ألغوريثم. البانكر ألغوريثم هيك كان يعمل، كان عندنا الماكس أو الآر ماتريكس اللي هي بتعطيني قديش ممكن أحتاج للمستقبل، وإذا كان إنه عندي قدرة أعطيها بخليه يمشي، لكن إذا ما كان عندي ريسورسز كافية للنهاية بوقف. هذا حلو واشتغل معانا، بس راح تلاحظوا إنه في مشكلة بالأفويدنس كلياته والبانكر ألغوريثم، واللي هو هذا حالة منه، انه اصلا هذا بيعتمد انك تعلم بالمستقبل، انه انت عارف قديش البروسيس راح تحتاج للمستقبل، وهي مشكله. وهذا اللي بيخلي معظم الديدلوك افويدنس الجوريثمز مش كويسين، او مش حقيقي، مش عن جد نقدر نستخدمهم بالواقع، لانهم بيعتمدوا انه انا عارف الار ماتريكس،
لكن بالحقيقة أنت مش دائما تقدر تعرف البروسيس إيش الآر ماتريكس تاعها. وهذا هو السبب إنه زي ما حكيت لكم الآر ماتريكس بالتحديد راح تكون جزء من السؤال. ليش؟ لأنه هاي هي الإشي اللي أنت أصلا ما بتقدر تتنبأ فيه، لازم واحد يحكي لك إياه. بس بالواقع في algorithms أو situations أنا بقدر أتنبأ إيش راح يصير حاجة، لكن في situations ثانية ما بقدر. فبهاي situations اللي ما بقدر أتنبأ فيها ما راح أقدر أنفذ البانكر algorithm تعلمناها deadlock avoidance، وبالتالي ما بقدر أعمل attacking للhold and wait عشان أعمل deadlock prevention. إيه طب هاي معناته الثلاث conditions كلياتهم اللي تعلمناهم هم أربعة، ثلاثة منهم طلع ما فيش فائدة تقريبا إلا بsituations محددة. فهذا بيخلينا للsituation الرابعة أو الكونديشن الرابع اللي هو فعلياً أكثر واحد promising إنك ممكن تعمل له attacking اللي هو circular waiting. circular waiting إنه زي ما حكينا إنه أنا عندي زي المثال هذا اللي أخذناه زمان، تتذكروا هذا كان في deadlock عندي. ليش؟ لأنه عندي thread A بيعمل acquire لresource 1 بعدين resource 2، thread B بيعمل acquire لresource 2 بعدين resource 1. أوكي فحكينا ممكن هذا يدخل يأخذ resource 1 وهذا يدخل يأخذ resource 2 وبعدين يجي كل واحد فيهم يطلب الريسورس الثاني بس يكون مأخوذ من الثريد الآخر، فعشان هيك يصير عندي ديدلوك. متذكرينه؟ تتذكروا كيف حلينا هاي المشكلة؟ مين بتذكر؟ عملنا كتبنا الكود بأكثر من طريقة بحيث إنه ما يصير عندنا هاي الحالة. ممتاز. الطريقة اللي حلينا فيها إنه غيرنا ترتيب الكود، بدل ما إنه يصير بطلب ثريد ريسورس 2 بعدين ريسورس 1 عكسنا الأوردر، فخلينا يطلب ريسورس 1 بعدين ريسورس 2. فهيك بالتالي اصلا لما يدخل ريسورس 1 ويلاقي ويحجز لما يدخل ثريد A ويحجز ريسورس 1 بعدين يروح بده ياخذ ريسورس 2، اذا اجى ثريد B بهاي الاثناء راح يجي اول شيء يطلب ريسورس 1 فراح يلاقيها محجوزه، ما راح يروح على ريسورس 2. فهيك ما راح يصير عندي سيركولر ويت، ما راح يصير عندي انه واحد بيستنى الثاني والثاني بيستنى الاول. فلاحظوا تغيير الترتيب بس عكسنا الكود حل المشكله. فخلينا نشوف إذا نقدر نطبق هذا الإشي بشكل أكبر. هذا بسموه resource ordering. إيش يعني؟ إنه أنا أعمل order معين للresources، إنه مثلاً أحكي إنه أوكي resources رح نعملهم order، مثلاً ترتيب مثلاً alphabetic، مثلاً دائماً X قبل الواي، واي قبل الزد، والزد قبل مثلاً اللي تكون بعد X. فلو إجاني واحد مثلاً هاي الحالة، هاي الحالة فيها deadlock. ليش؟ لأنه X رح يطلب X قبل واي وهذا واي قبل زد، بس هذا عمل زد قبل اكس. فاللي راح يصير انه فعليا راح يصير عندي هذا بيستنى بهذا وهذا بيستنى بهذا وهذا بيستنى بهذا وبرجع هذا بيستنى بهذا، صار عندي اي بيستنى بي، بي بيستنى بسي، وسي بيستنى باي، وهكذا بصير عندي سيركولر ويت. السبب بالسيركولر ويت حقيقه انه البروسيس اي احترم قانون الريسورس اوردرنج، اخذ اكس بعدين واي، البروسيس بي برضو احترم قانون الريسورس اوردرنج اخذ واي بعدين زي، لكن البروسيس سي ما احترم القانون تاع الريسورس اوردرنج طلب زي بعدين اكس، لكن اكس المفروض قبل زي لانه احنا حكينا الترتيب الفابيتك. فعشان هيك صار عندنا ديدلوك. لكن لو سي عمل اكس ريكويست بعدين زي كان راح يحل لنا المشكله هاي. واضح؟ فعشان هيك هذا عمل ديدلوك، لكن هذا لو كان عندي ريسورس اوردرنج شغال صح كان راح يكون امبوسيبل. تمام؟ فعشان هيك الطريقة هاي اللي هي resource ordering بتحل مشكلة circular wait، وبالتالي بتحل مشكلة إيش؟ الديدلوك. لكن المشكلة الوحيدة فيه إنه بدك تقنع وتجبر كل الناس اللي بيعملوا coding إنهم يغيروا الكود تاعهم بحيث إنهم يخلوا الأوردر يكون نفس الإشي. وهذا ممكن يزبط مثلا بين كل كودات مايكروسوفت، لكن ما بتضمن جوجل كمان يعملوه كذا. فصعب تطلع بأوردر معين تجبر فيه كل الناس. فهي الصعوبة اللي ممكن تواجه ريسورس أوردرينج كسوليوشن. لكن بشكل عام هو واحد من أكثر الأبروتشز اللي يوسفول بالأو أس، وفعليا هو مستخدم بالأو أس كثير. تمام؟ إنه نعمل ريسورس أوردرينج عشان نحل موضوع الديدلوك. أوكي؟ فهذا هو رابع أبروتش اللي هو الديدلوك بريفنشن اللي ممكن نستخدمه. هنا في عندي نقطة ثانية أخيرة، إنه إيش الفرق بين deadlock والstarvation؟ أنا حاولوا أقرأوها شوفوا إيش الفرق بيناتهم، لأنه الفرق دقيق. إنه deadlock هو ما بصير عندي أي progress ولا process من processes اللي موجودة بالdeadlock، ولما يبلش deadlock ما بروح. لكن الstarvation في عندك شوية progress بصير
اللي هو من السم بروسيسز اللي مش معمول لهم ستارفيشن، وبرضه اذا كان صار عندي ستارفيشن ممكن لو البروسيسز كلهم يروحوا ينحل. ففي فرق بين الديدلوك والستارفيشن، مع انه في ناس كثير بخربطوا بيناتهم لانهم بيشبهوا بعض. اوكي، وبالاخير في كم سؤال برضه، هذول الاشياء كلها طرحناهم، بس انه ايش اللي عنده شوفوهم وحاولوا تأكدوا انكم فاهمينهم كويس. اللي عنده اي سؤال ممكن يبعث لي ايميل او على الاوفيس اور. تمام، حدا عنده اي سؤال او اشي مش واضح عليه بالحكينا؟ كله تمام؟ حدا عنده سؤال؟ تمام دك.